اليوم كنت واجدوا بمدرسة لالا أسماء لفرصة ثانية الجيل الجديد في حفل الختامي. هذه الفرصة اللي أصلا هي فرصة للتلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة في السنوات السابقة وما تسلمش أنهم يكملوا المسار ديال الدراسة ديالهم في النظام التعليمي، كيستافدوا من سنة ديال التكوين في هذا المركز ديال الفرصة الثانية في مجموعة من الشعاب والتخصصات. حقيقة مبادرة رائعة، خصوصا كنشوفوا يعني الملمح الجديد ديال المتخرجين من هذا المركز، طبعا بتضافر ديال مجموعه من الجمعيات ومجموعه من الشركاء اللي كيوفروا اولا كيساهموا في التكوين الجيد خلال الموسم التكويني، وكذلك كيساعدوا في انهم نوجدوا يعني فرص للتدريب ولما لا من بعد الادماج في سوق الشغل لهذ المتدربين. هي مركز نعتز به داخل المديريه الاقليميه في دمر السلطان الذي اصبح مرجعا السنه الخامسه، هذا يعني الفوج الخامس، واللي اغلبيه الخريجين ديال هذا المركز وجدوا يعني الطريق ديالهم سلس وسليم للاندماج في سوق الشغل. ليكول الاسماء اللي عطاتنا فرصه اننا ناخذوا اون فورماسيون دو لا بي في وليكتريسيتي دو باتيمون. اليوم كما كتشوفوا داروا لنا واحد الحفل ديال التتويج ديال لي ديبلوم. Pour le projet professionnel, on a un stage qui va nous pendant 3 mois dans la société Cévan. La formation est bien par notre formateur, c'est Sgharon, c'est Smaïl, qui est en Angélique. On a une formation qui est bien, alhamdoulilah.